تعال اقول لك تعمل بنفس ايه ال 20 جنيه في دانكن دونتس. هقول لك ازاي تطلب مشروب ب 20 جنيه ايس كوفي وتطلب كمان دانكن دونتس كمان دونتس بقى والكلام ده برضو اقل كام من 20 جنيه بنفس اللبس نفس كل حاجه. فتعال اقول لك تعمل ايه ب 20 جنيه في دانكن دونتس. يلا بينا تاني. هنعمل التجربه في فرع دانكن اللي في الزمالك وكل فروع دانكن سعرها واحد وموحده في مصر كلها. 20 جنيه بالظبط معيش غيرها. وتعالوا نشوف هنعمل ايه بال 20 جنيه دي جوه دانكن دونتس وممكن نشتري ايه منها او نشرب ايه منها او ناكل ايه منها. هتدخل ممكن تطلع تقعد من غير ما تطلب اي حاجه خالص ومحدش هيسالك بتعمل ايه او انت هنا ليه. في على كل ترابيزه مكان لفيشه عشان ممكن تشحن فيه اللاب بتاعك او تشحن فيه التليفون بتاعك وفي كمان مخرج ليو اس بي. ولو حبيت تطلب بقى هتروح الكاشير وتطلب اللي عايزه. وعندك هنا اي وحده دونتس من دول حرفيا مش هتعدي ال 20 جنيه. اكتر حاجه فيهم او اغلى حاجه فيهم 19 جنيه ونص. تشكيله هناك كبيره جدا جدا ومتنوعه جدا جدا وعندهم كمان بقى عروض لو انت كمان عايز تستفاد بالعروض اللي هناك. يعني ال 12 ب 155 وال 6 ب 85 وال 3 ب 45 وفي عروض تانية يعني ابقى بص عليها كده هناك. ولو حبيت تشرب اي حاجه فانت اصلا مش محتاج تسال اي حد لان في شاشه فوقيك فيها كل الاسعار بكل حاجه. سهلا بتحاسب وبتروح تختار الدونتس اللي انت عايزها بالطعم اللي انت عايزه. وممكن كمان تجيب ايس دانكن اللي هو الايس كوفي يعني ب 16 جنيه صغير وفي كمان اطعمه منه في بالفانيليا وفي بالكراميل وفي الساده بس هم هناك بيسموه ايس دانكن يعني. واه ما تنساش خد سكر كتير كتير قوي كتير قوي جدا جدا عشان مر خالص كده. لو انت هتروح فانت كده هتجيب دونتس يعني هتاكل ب 19 جنيه اغلى حاجه هناك. ولو هتشرب ايس دانكن ب 16 جنيه يعني حرفيا هتاكل او هتشرب مش هتكمل ال 20 جنيه. ايس دانكن كراميل حكايه قوي قوي. ولو حابب تعمله في البيت ب 2 جنيه او ب 3 جنيه او اقل من 5 جنيه شوف عندنا في الصفحه عاملين حوارات جامده جدا جدا ازاي تعمل ايس كوفي اقل من 2 جنيه. وما تنساش طبعا تتصور طبعا صور انستجرام الجميله وتتصور عادي هناك لان المكان هناك مريح جدا جدا. ودي هتبقى سلسله جديده هنسميها تعمل ايه ب 20 جنيه فيه.